من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم، حياكم الله، وها نحن وإياكم في وقفة تاريخية جديدة نحاكي بها الواقع ونستخلص منها العبرة والدرس. ما هو الله؟ أين هو الله؟ أسئلة عن الله سبحانه وتعالى يتشدق بها دعاة الإلحاد وكأنما ليس لها جواب، معذورون لأنهم قصر في التفكير ومحدودي الذهنية، فلو فكروا في قراءة سيرة آل البيت عليهم السلام لوجدوا أجوبة شافية ووافية. قصة لحوارية بين الإمام الصادق عليه السلام وبين أحد الزنادقة واسمه أبو شاكر الديصاني كما سنشاهد. دخل أبو شاكر الديصاني وهو زنديق على أبي عبد الله وقال: يا جعفر ابن محمد، دلني على معبودي. اجلس، فإذا غلام صغير في كفه بيضة يلعب بها. ناولني يا غلام البيضة. يا ديصاني، هذا حصن مكنون له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة دائبة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الدائبة، ولا الفضة الدائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي على حالها لا يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن إصلاحها، ولا يدخل إليها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها. لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. أترى له مدبرا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول الله، وأن علياً ولي الله، وأشهد أنك إماماً وحجة من الله. وإني تائب مما كنت أنا فيه.
إذن إخوتي، وقبل أن نودعكم، ها نحن في مذاكرة للحكم الواردة في المشهد السابق، منها ألا نخجل من طرح السؤال، ولكن بصورة مؤدبة، فالشريعة الإسلامية متكاملة، ليس فيها سؤال بلا جواب، ومنها أن نفكر في كلام أهل البيت عليهم السلام، إذ إن فيه ما يقوي العقيدة ويجعلنا في مواطن القوة عندما نسأل، ومنها أن نستفيد من الموجودات التي هي من حولنا في اتخاذها وسائل إيضاح للآخرين. إلى اللقاء. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذن في حبهم وتزودا.